بلاتي بلاتي شو اختي شوفي 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 ما كاين ما احسن من اللباس ديالنا المغربي غزال يا اختي النخوه والاصاله ويلي ويلي الاناقه يا اختي شوفوا اللباس المغربي كيفاش كيبين المراه المغربيه شوفي يا اختي شوفي 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 ويلي داكشي النخوه والاناقه يا اختي ما شاء الله ما شاء الله شكر راسو عاد داز من هنا اجي نجمعوا الروينه بركه عندنا ما نشكروا راسنا يلا همة همة يا شباب يا لالا يا لالا على الزين والمنعطى الله يا لالا يا لالا السلام عليكم كيف دايرين لاباس عليكم كلشي بخير كنتمنى يا ربي تكونوا بخير وعلى خير وانتم كتشوفوا هاد الفيديو هادي مرحبا بكم اليوم في فيديو جديد فلوق جديد في القناه ديت سيليا للمدرسه قبيله تي دابا واحد الساعه وجيت وصورت فيديوهات ودابا قلت علاش لا نبدا لكم فلوق بدا نصور معكم واحد لا روتين بلان 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 ديال الحماس اختي ولكن راه الدار عندي بصح مرونه اختي بصح الروينه ثم الروينه ثم الروينه ثم الروينه من واحد البيوتة شوفوا 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 الله 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 انها الروينه غنجمعوا اختي هاد الروينه هادي واليوم غنوجدوا واحد العشيوه خفيفه طريفه يا سلام بلا ما تضحكوا لي بحال اللي درتوا لي في الفيديو اللي من قبل على خاتمي دايره لي سكوتش اختي شري لي راجلي كبر مني اش بغيتي ندير المهم نجمعوا بعد هاد الروينه هادي نمشيو اختي نجبدوا شي دزاره اليوم اختكم قفطنه تقفطنت عليكم ها بلاتي 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 شوفي اختي شوفي 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 ما كاين ما احسن من اللباس ديالنا المغربي غزال يا اختي النخوه والاصاله ويلي ويلي الاناقه يا اختي شوفوا اللباس المغربي كيفاش كيبين المراه المغربيه شوفي اختي شوفي 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 ويلي داكشي النخوه والاناقه يا اختي ما شاء الله ما شاء الله شكر راسو عاد داز من هنا اجي نجمعوا الروينه بركه عندنا ما نشكروا راسنا يلا همة همة يا شباب طرينا الدزاره اللي فيها الطرزه في الزريره اختي الزريره باش نجمعوا بها هاد الروينه هادي بقات لي ساعه باش نمشي بنتي نمشي نجيب بنتي الوغ عندي تحدي ديال انه خصني نكمل الروينه على الاقل العشاء ماشي مشكل حتى نجيب سيليا عاد نديرو ولكن تحدي ديال خصني نكمل الروينه ونبدل حوايجي نلبس جلابيتي باش نمشي نجيب بنتي روتين المراه المغربيه معتاد لبست على هادوك لاستيكات اللي كانت عطاتني ماما ديك اللي كنجمعو بهم زعما القميص بحال هكا دوك الشمار ما لقيتهمش جبت البندات ديال الشعر اهم حاجه قاضي الغرض ماشي مشكل هكا ايوا راك اختي الشغالات يلا 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 سربي سربي راه شروشه خاصك تسربي دغيا حيت خاصني نمشي نجيب بنتي ان شاء الله مع الربعه نقدر نخليها حتى 4 ونص ولكن ماشي اكثر نمشيو نجمعو البيت هو الاول ترجمة
غلطت التخليطه ديال الشفرت ما حطيتها، ولكن مشى عليا الحال دابا تقريبا 15 دقيقه باش تعطلت على سيليا. ماشي مشكل كتقول لي زعما السيده الديريكتريس ديال ليكول خليها، ماشي مشكل كيلعبوا في هذاك الوقيت وداكشي. المهم صافي دابا غادي نمشي نجيبها، عاد غنجيب باش نردوا العشيوه. العشيوه اليوم غتكون مختلفه شويه، البسباس شويه، تليضه طويجين شويه 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 من الحاجه. وصافي غندي ليها الرشوه ديال اللحم كتبغيش يجي ليها بليكول، كندي ليها 3 اونيت، هي كتقول لها 3 اونيت 3 اونيت، باش منين تقول لي نو بلا هي جبت لك 3 اونيت ديالك. يلاه نمشيو وصافي، هادشي اللي كاين غنديها معايا باش تبغي تجي ليا. غنمشي دابا نجيبها ونعاود نتلاقاو باش نردو عشيرتنا. المهم انا دابا جيت باش نصايب العشيوه، الدار ما شاء الله ولات كتشقشق كتشعل، كلشي نقيتو جففت، نقيت اي حاجه كاينه خصك تنقى نقيتها، ساليتها الحمد لله. دابا غادي نبرد العشيوه. كيف ما قلت لكم العشيوه ديال اليوم قررنا انها تكون بحال الشق ديال العشيوه الصيفيه هكايا بالخضيره، عادي ملي كيتقدا الخضيره هكا مره في السيمانه تيعجبو الحال، نديرو عشيوه تكون مختلفه، تكون كل حاجه شويه يعني كل الفم طار شويه ديال الشلاطه بسباس هكا معسل. Thank you.
ديال الخيار والخس غتكون حلوه، باش غنصايب شلاضه اخرى غتكون مالحه. اختي انا دابا عاد ساليت وجات الطبيله تمايا، كنساينو عادي لي جي صافي باش نتعشاو. حنا راه تقريبا دابا راه السبعة قل ثلث، غنتعشاو صافي وغنمشيو نتفرجوا. سيليا خاصها ان شاء الله تسعود تنعس، غنعاود نعطيها هي نهشيها، ولكن حنايا صافي شي سقاطه شي حاجه شي تخربيقه بحال هكا وصافي، ما غنعاودوش ناكلو شي حاجه زعما اللي هكا عشاء. حنا هذا هو العشاء عندنا صافي، كنتعشاو بكري وكنمشيو كنتفرجوا. ايوا هذا الشيء اللي كاين. انا وجدت شي حاجه تخفف بحال قلت لكم نتوما، شليضات بحال هكا، وجدت هنا الطواجين ديالي معيسل بالدجاج والبسباس والزبيب والبصلة. عاد نصايب لك ثلاثوني طري ثلاثوني تخوتي بيت. ايوا صافي هادشي اللي كاين احبابي، هذا هو الروتين ديالنا المسائي. دابا غادي نمشيو متبعين دابا واحد المسلسل غزال سميتو، هما اللي ما متبعين واحد المسلسل غزال سميتو اتصل بوكيلي او لا اتصل بوكيل اعمالي، غزال غزال غزال، تيحمق فيه الكوميديا وفي نفس الوقت واحد الدراما خفيفه. ما تعجبونيش انا داك المسلسلات ديال الدراما، لان العديد ما تتعجبناش الدراما وقوه البكا وقوه الشكا، نخليو المشاكل في الحياه الواقعيه وكنشوفوا الناس اللي دايرين بينهم مشاكلهم، علاش غنزيدوا علينا مشاكل في التفرج في الفيلم؟ كنتفرجوا في شي حاجه اللي غتخفف علينا اللي غنضحكوا. مالك ماما كيس كيس باس مالك تركودينات؟ نسي لي دار ديك هكا كيحسب لي دروها الودنين. ايوا قلت لكم حنا كنشوفوا المشاكل في حياتنا اليوميه، الناس اللي قراب لينا والناس اللي دايرين بينا كنعرفوا مشاكلهم وكنشوفوا المشاكل ديالهم، علاش تزيدوا لنا مشاكل؟ حسب داكشي اللي كنتفرجوا، الانسان كيتفرج كتسليه باش يرتاح باش يفوش شويه على خاطرو باش يلقى شويه راحتو وينسى الهم والغم وقوه البكا والشكا، علاش غنزيدوا علينا حتى في الافلام؟ هادي هي النظريه ديالنا حنايا احبابي. هذا ما كان بالنسبه للفيديو ديال اليوم، كنتمنى انه يكون الاعجاب ديالكم. ما عرفتش واش نقدر ندير ليه المونتاج دابا ونحطو لكم دابا، الى 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 تحط زعما دغيا الكونيكسيون دارت معايا مزيان نقدر نحطو دابا، كونيكسيون تعكست معايا نقدر نحطو لكم حتى لغدا وصافي. هادشي اللي كاين، كنتمنى انه يكون الاعجاب ديالكم. ما تنساونيش ملي لايك ديالكم والاقتراحات ديالكم شنو بغيتو تشوفوا في لي فيديو ديال الايام الجايه ان شاء الله، ولي كومونتير ديالكم زوينين بيان سور بوسه كبيره ليكم. واذا كنتو جداد على القناه واول مره كتشوفوني، ما تنسيش انك تضغطي على زر سبسكرايب وتفعل زر الجرس باش يوصلك كل جديد، ودير الكل باي.